الو، ازيكم يا حلوين؟ النهارده هنعمل سيرم للشعر احترافي مقاوم للحراره، مقاوم للسشوار والبيبيليز والسيراميك بتاع الشعر، مغذي جدا للشعر وبيحمي الشعرايه تماما 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 من درجات الحراره العاليه. آمن جدا ووصفة احترافية جدا 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 وفيها مواد فعالة هايلة. بينا بقى نبدأ الفيديو. هنبدأ بمكونات التور الزيتي، 3 جرام من شمع اللانت او اللي هو ستريل الكحول، 2 جرام من شمع البي تي ام اس 50، 3 جرام من شمع عسل النحل بيز واكس، و2 جرام من بي سي واكس، ده شمع خاص بالشعر. وهنا معانا الزبد والفيزلين، عبارة عن 2 جرام فيزلين وجرام من زبدة الكاكاو وجرام ونص من زبدة الشيا، و2 جرام من زيت جوز الهند وجرام واحد فقط من زيت الأرجان. هنخلط كل المكونات دي في بيكر واحد، وده هيكون التور الزيتي. 3 جرام من اللانت او او ستريل الكحول، 2 جرام من البي تي ام اس 50، 3 جرام من شمع عسل النحل اللي هو البيز واكس، 2 جرام من شمع بي سي واكس، شمع بي سي، 1 جرام من زبدة الكاكاو، جرام ونص من زبدة الشيا، 2 جرام فيزلين، 1 جرام من زيت الأرجان، 2 جرام من زيت جوز الهند. التور المائي بتاعي عبارة عن 63 جرام فاصلة 7 من خلاصة الصبار المائية. خلاصة الصبار المائية أنا جبتها من مصنع الإبجي، هي وكل الزيوت والزبدات. اهم حاجة المية تغطي خط الشمع، واخدهم دلوقتي على نار مباشرة عشان الشموع تدوب والتور المائي يسخن، يبقى درجة حرارته مقاربة للتور الزيتي. هضيف التور المائي للتور الزيتي، اول لما الشمع يدوب على طول بشيلهم من على النار وبضيفهم وبقلب كده، هتلاقوا الاستحلاب اتعمل على طول. طبعا اللي بيعمل كمية كبيرة، اللي هيعمل كيلو، هيضرب كل المكونات في 10، لان احنا بنعمل 100 جرام. بيحتاج ان انا ارجعه تاني على المية السخنة لان هو فيه شمع تجمد مني، فبرجعه كده وبقلبه تقليبة،
بصوا تلاقوه اتخلط على طول، واللي بيحصل ده بسبب شمع النحل. هنا بعد ما شلته تاني من على النار زي ما انتوا شايفين كده استحلب تماما، هسيبه بقى يبرد براحته قبل ما ابتدي اضيف بقية الاضافات. هنا انا معايا 0.1 من الهيالورونيك اسيد وجرام واحد فقط من الجليسرين. الجليسرين هيسهل لي ذوبان الهيالورونيك اسيد بسهولة. هضيف عليهم 10 جرام من خلاصة الصبار المائية. زي ما انتوا شايفين كده ده بمنتهى السهولة، فاضل فيه كده يعني حاجات بسيطة قوي، فهستنى عليه كده 10 دقايق قبل ما اضيف بقية المكونات. اضيف 1.5 جرام من السيليكون المائي اسمه كابليول، هسيب لكم الاسم مكتوب. انا محتاجة ان انا اقفل على السيليكون ده تماما، اغلفه علشان ما يتأثرش بالحرارة ويعني ما يتحرقش او يسيب اي اثر مع استعمال البيبيليس، ما يسيبش طبقة بيضة كده. وهضيف 2 جرام من السيليكون ايمالشن اللي هو السيليكون 1785، وده بيحمي الشعراية من السشوار والمكوه. هضيف برضو 2 جرام من الفايبر هاينز. الفايبر هاينز ده بيقوي لي الشعراية 3 مرات، يعني من افيد الحاجات للشعر. شايفين القوام بعد ساعتين لما برد تماما؟ هضيف 1 جرام من الاي بي ام، اي بي ام طبعا عشان سرعة الامتصاص في الشعراية. وهضيف عليهم خليط الهيالورونيك اسيد بالسيليكونات. وقلب بقى كل ده مع بعضه. هضيف 1 جرام من العطر، اي عطر عندكم يعجبكم، واقلب.
ضيف نص جرام من البي اي جي 150، وده بتقل القوام سنة بسيطة. أضيف المواد الحافظة بتاعتي و 0.5 من الفينوكسيإيثانول و 0.2 من بيكرول WS1 وأقلب تقليبة كده، وبعد كده لازم أضرب ضربة بالهاند بلندر عشان أشوف القوام مظبوط. بصوا هنا بقى بعد ما اتضرب قوامه تقل، بس انا هغطيه واستنى عليه لغايه بكره عشان عايزه اوريكم القوام مظبوط. القوام مش بيبان غير تاني يوم بالظبط. احنا دلوقتي تاني يوم وهنكتشف بقى مع بعض القوام بقى عامل ازاي. زي ما انتوا شايفين كده قوامه كريمي خفيف علشان يتفرد على الشعر بسهولة. دلوقتي هنقيس البي اتش مع بعض. الـ pH مظبوط، هو المفروض يكون 5.5-6 عشان ده فيه هايلورونيك أسيد، فكده ممتاز جدا. هو أفتح من الستة حاجة بسيطة رايح على الستة يعني. ده كريم تصفيف للشعر بيتحط على الشعر وهو مبلول أو وهو ناشف، وبعد كده ممكن تستعملي السشوار وتستعملي المكوى. هو آمن جدا على الشعر علشان في مواد بتحمي من الحرارة زي السيليكون ايمالشن وزي الفايبر هانس، وكمان الفايبر هانس بيقوي الشعراية 3 مرات، بيخترق الشعراية وبيقويها 3 مرات. وكمان الهايلورونيك اسيد من الحاجات الهايله جدا للشعر، بتديني ترطيب وبتديني كمان تغذيه للشعرايه. وطبعا هو غني جدا بالزيوت وبالزبدات، ده سيرم احترافي رائع جدا جدا جدا. الو، ازيكم يا حلوين؟ النهارده هنعمل سيرم للشعر احترافي مقاوم للحرارة، مقاوم للسشوار والبيبيليز والبيبيليز
والسيراميك بتاع الشعر مغذي جدا للشعر وبيحمي الشعرايه تماما 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 من درجات الحراره العاليه. آمن جدا ووصفه احترافيه جدا 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 وفيها مواد فعاله هايله. بينا بقى نبدأ الفيديو. المكونات طويلة شوية فأنا هسيب لكم المكونات في صندوق الوصف أسفل الفيديو. هبتدي أعبي بقى الكريم بتاعي. حاولوا ان انتوا تعبوه في عبوات صغيرة كده 50 جرام. ليه في عبوات صغيرة كده 50 جرام؟ علشان اللي هياخده غالبا ستات ياخدوه معاهم الكوافير، هياخدوا منه كده هيستعملوه كده بالمنظر ده من غير ما الكوافير يحط ايده في العبوة، عشان العبوة تفضل الكريم بتاعنا يفضل نضيف ويعيش مدة طويلة، يقعد بالسنة عادي جدا. وهو سريع الامتصاص جدا طبعا، هايل جدا للشعر، وصفة جميلة جدا 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 جدا. مفيش حد ما بيحتاجش كريم تصفيف الشعر المقاوم للحرارة. شكرا على المشاهدة.